مساء الخير وتحية لكل مشاهدينا ببيروت وين ما كنتوا عم تتابعونا ايضا بمختلف انحاء العالم. مباراة الدور النصف النهائي لبطولة دبي الدولية بنسختها 29 لكرة السلة. مباراة رح تجمع الحكمة من لبنان ونادي النجم الرادسي من تونس. مباراة ما بتحمل القسمة ابدا على اثنين، مباراة النصف نهائية. الحكم الفريق الوحيد لهلا بالبطولة يلي تخطى كل الادوار من دون ولا اي خسارة، بطل المجموعة الاولى، تأهل الى الدور الربع النهائي، فاز على بول اباف اول، واليوم عنده مباراة بمواجهة النجم الرادسي التونسي. كوتش فؤاد ابو شقرة هدفه واحد هو وادارة الحكمة، يبسطوا جمهور الحكمة يلي موجود بدبي بأعداد كثير كبيرة اليوم، واللي موجود أيضا خلف شاشات التلفزيون ببيروت. على كل الأحوال اليوم الحكمة رح يفرجونا أكيد باسكتبول بلافل كثير عالي، لأنه هن من الفرق يلي عندهم استابيليتي خلال كل هالبطولة وعم يقدروا يكونوا من الفرق المخيفين. ولكن قبل ما نروح على تفاصيل هالمباراة وتشكيلة المدربين، خلينا نبلش بالنشيد الوطني اللبناني. النشيد الوطني اللبناني كوتش فؤاد ابو شقرة وكوتش عادل اتلت لاول مواجهه بين هالمدربين بهالبطوله. النجم الرادسي اللي قدر يفوز بنتيجه كبيره على النادي الرياضي بطل لبنان وبطل اسيا اللي خرج من الدور الربع النهائي. هومنت من قدر يفوز على النجم الرادسي، ولكن الحكم اليوم باول مواجهه له رح تكون بالدور النصف النهائي. هيدي المباراه النصف النهائيه الاولى يلي عم تتابعوها معنا، بينما المباراه النصف النهائيه الثانيه رح تكون الساعه 7 وما رح تقطع على نشره الاخبار. هومنت من بمواجهه جمعيه سلق المغربي باعاده لنصف نهائي السنه الماضيه بنفس الصاله، صاله مكتوم بن محمد ال مكتوم بالامارات العربيه المتحده، رح تتابعوها مباشره على شاشه تلفزيون المستقبل. جمهور الحكمه الكبيره اللي موجود بدبي خلف اليوم اللاعبين يلي عم يبلش فيهم الكوتش فؤاد ابو شقرة، دوين جاكسون، اتير ماجوك، جي يونغ بلاد وترال ستوغلن. اما من ناحيه المدرب عادل التلاتلي فيلي عم يبداوا المباراه هن اللاعب رقم 4 عمر عباده البوينت جارد، مختار غيازه بالاضافه لداستن اللاعب الامريكي، اللاعب الشوتر رقم 3 مراد المبروك، ومحمد حديدان. اول كره بالمباراه راح تكون لمصلحه نادي الحكمه. وبداية هيدي الجيم كمان يعني اسمحوا لي بلش فيها خلينا هون بس نشوف الجاي. امبارح كان في خبر محزن، حادث سير اودى بحياة كمان رياضيين بألعاب قتالية من لبنان، ماهر صالحة وسيزار غزال، يعني الاثنين شباب 17 سنة توفوا بحادث سير، واثنيناتهم كان عندهم انجازات مهمه منهم بطوله العالم لماهر لسيزار غزال. وطبعا نتمنى الصبر لاهلهم. على كل الاحوال بنرجع لمباراه الحكمه اللبناني والنجم الرادسي التونسي. دوين جاكسون بلش ممتاز عن ارك 3 بوينتس، مختار غيازه ما بيسجل، بينجح انه يسجل مختار غيازه. المختار غيازة بده ينتبه كتير منيح اتير ماجوك بهيدي الجيم، لانه المختار غيازة لاعب كلاسيكي على البوزيشن 5، لاعب ما كتير بيخترع يعني، بعده بحسه اولد ستايل. بالوقت يلي الكرة رح توصل تحت الباسكت لاتير ماجوك، ما بيسجل اتير ماجوك. الريباوند لمين رح يكون؟ البوسيشن لمصلحة النجم الرادسي التونسي. اوت اوف باوندز عمر عبادة لاعب رقم 3 يلي معه الطابة حاليا، هو من الاخطر بالفريق التونسي، لاعب شوتر. داستن ستيل كانت من اللاعب رقم 2 بصفوف الحكمة. ديماريوس بولز
ايضا من اللاعبين المميزين بهيدي البطوله. على كل الاحوال يلي كوتش ابو شقر عامله الكيمستري بين كل هاللاعبين وهالنجوم منا سهله ابدا. والكوتش فؤاد ابو شقر بالمناسبه هو اكثر مدرب ربحان بطوله دبي الدوليه 7 مرات مع 3 فرق مختلفه، وربحانه مع الحكمه، وهدفه هالسنه يرجع يربحها مره ثانيه مع الحكمه. ترال ستوغلن الاخطر دائما على ارض الملعب، ترال عن ارك 3 بوينت هالمره ما بيسجل، الريباوند لداستن، داستن عم بيطلع الطابه لمصلحه النجم الرادسي التونسي عمر عباده، وصلها لتحت الباسكت، احتدان عن ارك على 3 بوينت ما بيسجل، الاوفنسيف ريباوند لحسن حظ الفريق اللبناني انه عمر عباده ما قدر يستفيد من الاوفنسيف ريباوند، سكند تشانس كانت سهله. دي ماريوس بولز ما بيسجل، اتر ماجوك لاول مره بيحصل على الخطا، اتر ماجوك تورن اوفر على الحكمه. مباراة طبعا بتبلش متشنج شوي، يعني بتحسوا انه الحكمة منن هن الفريق اللي شفناه مثلا بمواجهة بول اباف اول او حتى ضد النجم الساحلي، لان هيدي المباراة نصف نهائية وهيدي الحسابات بتضيق كتير بالمباريات النصف نهائية والنهائية. ممتاز الديفنس من اتار ماجوك، محمد حديدان ما بينجح انه يسجل، ترال استغنم بلوك شوت من عمر عبادة، دي ماريوس بولتز تبقى لمصلحة الحكمة ولمصلحة جاي يونغ بلاد، جاي بيخترق على الباسكت، دي ماريوس بولز تورن اوفر تاني على الحكمة. التشنج واضح على لاعبين الحكمة بالمباراة النصف النهائية مثل ما هو واضح على لاعبين النجم الرادس التونسي اللي امبارح فازوا على النجم الساحلي بنتيجة 63-51. على كل الأحوال جيم دائما إذا كان نصف نهائي ولا نهائي الحسابات بتكون مغايرة للدور الأول ولا حتى للدور ربع النهائي. على كل الأحوال طابة لمصلحة النجم الرادسي التونسي، كل الشباب كمان يلي كانوا معنا سبونسرز بخلال هالبطولة رح يكون لهم طبعا نصيب معنا أيضا بالمباريات النصف النهائية والنهائية، ما بدنا ننسى حدا أبدا من الشركات. هلا بعد شوي نبلش كمان منبلش فيهم طبعا بالوقت يلي محمد حديدان تحت الباسكت المختار غيازة، محمد حديدان داستن اوبن شوت عن ارك 3 بوينتس ما بيسجل، الريباوند يا شباب السكند تشانس، هيدي ثاني سكند تشانس لمصلحه الفريق النجم الرادسي، مراد المبروك اوبن شوت عن ارك 3 بوينتس بيسجل، مراد المبروك عن ارك 3 بوينتس اول 3 بوينتس له، اولى نقاطه للاعب رقم 3 بالمباراه. جاي يونغ بلاد مان تو مان ديفنس من النجم الرادسي، اتر ماجوك عنده مسماتش بينه وبين محمد حديدان، جاي ما بيسجل، الريباوند لمين؟ ماجوك ما بيقدر يعمل الاوفنسيف ريباوند، مراد المبروك لعمر عباده، عمر عباده لداستن عن ارك على 3 بوينتس وبيسجل، تايم اوت سريع للكوتش فؤاد ابو شقره، تايم اوت سريع لانه بدايه سريعه من النجم الرادس التونسي بالوقت يلي داستن الهيئة تعرض لإصابة، داستن سجل عن ارك 3 بوينتس وتعرض لإصابة. خلينا نسمع تعليمات من المدربين. هيدا جمهور الحكمة الكبير، هيدا الجمهور يلي ورا فريقه طوني نعمة وفرقته الموسيقية، ورا هاللاعبين لحتى يوصلوا للفاينل ويرفعوا الكاس في دبي.
دوين جاكسون عن ارك لثري بوينتس ما بيسجل. اير بول من دوين جاكسون. خطأ على دوين جاكسون. عادل تلاتلي عم بيطالب ب انسبورتسمان لايك فاول. على كل الاحوال لازم يروقوا لاعبين الحكمة، انا هيك بشوف لازم يروقوا اكتر، مستعجلين عم بيكونوا شوي. بسرعة جون بوهانن عم يتحضر للدخول لارض الملعب بدلا من دوين جاكسون. خطأين على دوين جاكسون، هيدي مشكلة دائمة عند دوين جاكسون. عن فؤاد ابو شقرة عم بيقول له اول اربع دقائق خطأين كثير صعبت عليه. جون بوهانن بيدخل لارض الملعب. عمر عبادة بده يروح على الباسكت وبيسجل من بين ديماريوس بولز وجون بوهانن. على كل الاحوال لاعبين النجم الرادسي التونسي الفريق تاني افريقيا للمعلومات. شو هالباس من تارال ستوغلن ممتاز لعند جاي يونغ بلاد. للعلم هون هن الفريق الثاني بافريقيا بعد النجم او بعد جمعيه سلا المغربي، خسروا بالفاينل بصعوبه تحت الباسكت. مراد المبروك ديفنس مطلوب هون من الفريق اللبناني. تسديده من مراد بيسجل ثاني 3 بوينت لاله. مراد المبروك عن ارك على 3 بوينت ست نقاط. ترال ستوغلن ترال معه مراد ما بيسجل. اول ماجاك بيسجل من تحت الباسكت، ما بتزبط غير هيك اتار ماجاك. ماجاك فرصه الاندوان عن الفري ثرو لاين، فرصه تقليص الفارق. فارق حاليا ست نقاط. اتار ماجاك بيسجل عن الفري ثرو لاين، فارق بينزل لخمسة. ديفنس كتير مهم. قطعوا أول خمس دقايق من الكوارتر الأول ومن هلأ بتبلش الأمور تتغير. هلأ بتشوف كيف رح تبلش الأمور تتغير عند لاعبين الحكمة. مراد المبروك مان تو مان ديفنس. مختار غيازة طلع على الباسكت ما بينجح أنه يسجل. الريباوند لمين رح يكون؟ لجاي يونغ بلاد. جاي بده يطلع الطابة هو. ترال ستوغلن يلا يا ترال، امبارح شفناك عم تسجل من بعيد مترين. جاي يونغ بلاد عن ارك لثري بوينتس ما بيسجل. الريباوند لمين رح يكون؟ الطابة لجون بوهانن. بالنهاية حكموية بيضة لبنانية مع الفريق اللي عم يلعب باسم شركة طيران الامارات اليوم. ترال ستوغلن ترال بيهرب من الديفنس. تورن اوفر على ترال ستوغلن. الفاست بريك مع مراد المبروك. جاي يونغ بلاد جرب يعمل الستيل. ترانزيشن ديفنس كانت سريعة جدا من جاي يونغ بلاد وكانت ذكية. بتحسوا عم بفلتوا كتير الطابات تحت الباسكت لاعبين الحكمة، يعني بعد التركيز منه عالي عم بفلتوا كتير طابات. الطابة رح تكون لمصلحة جاي يونغ بلاد ولمصلحة الحكمة ايضا. جمهور كبير للحكمة موجود بصالة مكتوم بن محمد آل مكتوم بدبي بالامارات العربية المتحدة. يلي بده يقولوا ايضا كمان المباراة الثانية اللي رح تجمع هومنتمن بمواجهة جمعية سلا المغربي رح تكون الساعة 7 مباشرة على الهواء. ما رح يكون في نشرة اخبار السبعة ونص غير ما يخلص المباراة ما بين هومنتمن وجمعية سلا. جاي يونغ بلاد ديماريوس بولز عم يفتش على ترال ستوغلن. ترال اخدينه بشكل ممتاز. جون بوهانن اسيست تاني اسيست لترال ستوغلن بهيدي الجيم. هيدا القيمة الإضافية تبع ستوغلن وقتها ما يقدر ياخد الأتام. شوفوا كيف بيقدر يسحب الديفنس، كل الديفنس كان مركز أصلا على ترال. جون بوهانن بيستلم الأسيست وبيقدر أنه يسجل. محمد حديدان مراد المبروك بده يجرب ياخد التسديدة عن أرك بثري بوينتس. محمد حديدان زياد شنوفي أيضا شوتر دخل لأرض الملعب والمختار غيازة ما بيسجل. الريباوند لمين رح يكون؟ لزياد شنوفي. رابع أوفنسيف ريباوند بالكوارتر الأول للنجم الرادس التونسي. هيدي ويك بوينت موجودة بفريق الحكمة هلا بهالكوارتر الأول لازم يصلحوها. بلوك شوت ممتاز جاي على الديفنس. جاي طالع على الفاست بريك. جاي بيحصل على الخطأ. جاي عم بيلعب بطريقة ممتازة على الديفنس. جاي يونغ بلاد عم بيقدم مباراة دفاعية ممتازة.
اوت اوف باوندز. تارال ستوغلن، ستوغلن عن ارك 3 بوينتس ما بيسجل، ثاني اتمت ما بيسجل منها تارال ستوغلن، بس رح ترجع تفتح معه اكيد. مراد المبروك، مراد تسديده من النقطتين من عمر عباده بيسجل. تارال ستوغلن اذا ما سجل باول الجيم، يعني اذا ما اخذ اثنين وثلاثه ورا بعض سجلهم، يمكن تكون شوي ثالثه ما تفوت والرابعه، بس بعدين بتسحب. تارال ما في يطلع من دون ما يحط له اربعه خمسه 3 بوينت بالجيم. ديماريوس بولز الاهدى على ارض الملعب بصفوف الحكمه. ديماريوس بولز اوفنسيف فاول على اتر ماجوك. حسن حاجي الحكم الدولي البحريني يلي عم يقود المباراه هو وسالم الزعابي من الامارات واحمد درويش من عمان. ونشوف بالاعاده هون خطا صحيح على اتر ماجوك، خطا واضح هون الاوفنسيف فاول. التقدم خمس نقاط للنجم الرادس التونسي على الحكم اللبناني 15-10. عمر عبادة، مراد عن ارك 3 بوينتس هالمره ما بيسجل الريباوند لجاي يونغ بلاد. جاي عم يطلع الطابه لمصلحه الحكمه، لمصلحه الفريق اللبناني. جاي وصلها لجون بوهانن عن ارك ال 3 بوينتس، بيسجل عن ارك ال 3 بوينتس وبينزل الفارق لنقطتين، نقطه الخامسه لجون بوهانن. ابراهيم توماس تخلى ارض الملعب كمان بيرد. ابراهيم توماس مترين وعشرة بيسجل. الحرب الثلاثيه مبلشه بين البيج جايز، بين ابراهيم توماس و جون بوهانن. جاي يونغ بلاد طالع على الباسكت، جاي او ماجوك بيستعرض هو وشعراته. اتر ماجوك بيستعرضه بالسله التونسيه وبينزل الفارق ل 3 18 15. شوفوا شو حلوين شعراته لاتر ماجوك، كل الالوان. عمر عباده بيخترق على الباسكت، بيحصل على الخطا، الخطا الثاني على اتر ماجوك. بده ينتبه اتر ماجوك من اي تكنيكال فاول. الخطا الثاني على اتر ماجوك، الخطا الثاني على اتر ماجوك. خلينا نشوفهم بالاعاده. أنا ما انتبهت إذا في فاول أو لا. عمر عبادة ما عم بيسجل. عمر عبادة بوينت جارد المنتخب التونسي، فارق ثلاثة. الثاني بيسجل منه عمر عبادة. طب رح تنتقل لمصلحة الحكمة اللبناني، لمصلحة طيران الإمارات، الشركة الراعية للحكمة. فيرست سكيورتي جروب هي الشركة الراعية لا النجم الرادسي. ديماريوس بولز، اوه شو حلوة شو حلوة، بيسجل بيوقف هو عم يعمل دريبل، بيعمل تسديد كتير حلوة ديماريوس بولز وبينزل فارق مرة جديدة لنقطتين 17-19. مراد المبروك، مراد بده يخترق على الباسكت بس في اتار ماجوك. مراد لعمر عبادة، ابراهيم توماس تحت الباسكت، ستيل من تارال ستوغلن، بده يهرب تارال ستوغلن مثل العادة، طالع على الباسكت ديماريوس بولز عن ارك 3 بوينتس ما بيسجل. ابراهيم توماس بيلتقط على الريباوند، ابراهيم توماس بيلتقط الريباوند اخر ثواني على الكوارتر الاول. محمد حديدان بوجهه لاتر ماجوك، بده يلعب عليه لاتر ماجوك، بده يجرب يحصل على الفاول. عمر عبادة بيحصل على الخطا من تارال ستوغلن، خطا لتارال ستوغلن وراح يكون في تسديدتين لهلا بالكوارتر الاول. تارال ستوغلن خطا واحد 0 بوينتس، عامل 2 اسيست. هيدا داستن اللي تعور شوي بعد ما سجل وحده عن ارك 3 بوينتس، بالوقت اللي امين رزاق عم يتحضر للدخول لارض الملعب لاعب المنتخب التونسي اللاعب الدولي امين رزاق، وايضا اللاعب محمد عباسي بالوقت اللي ايضا دي جي عم يتحضر للدخول لارض الملعب بصفوف الحكمه. اتر ماجوك بيطلع ليرتاح، رح يدخل بدلا من ديماريوس بولز. هيدي الملعب نوعا ما شوي، ولكن جمهور الحكم كبير ورانا. عمر عبادة عن الثري ثرو لاين عم بيسجل هالمره، من شوي حط وحده من اثنين. عمر عبادة 12 ثانيه لنهايه الكوارتر الاول، الثانيه بيسجل منها ايضا عمر عبادة، بيرفع نقاطه لسبعه 21-17. تارال ستوغلن
بيلعب على البوزيشن 1 عم يكون بول هاندلر الحكمة على هالست اوفنس. ترال عن ارك 3 بوينت ثالث اتمت ما بيسجل منها ترال استغنن الكوارتر الاول عم ينتهي 21 النجم الرادسي 17 الحكمة اللبناني اللي حنروح لبريك قبل ما نرجع من بعدها مباشرة لدبي. عودة نحن وياكم مشاهدينا ومحبي الحكمة والباسكتبول اللبناني مباشرة لدبي ونصف نهائي بطولة دبي الدولية بنسختها 29 لكرة السلة. عودة مباشرة لصالة مكتوم بن محمد آل مكتوم. الفارق نزل نقطة لمصلحة الرادسي التونسي 21-20. ترال استغنى عن ارك 3 بوينتس ما بيسجل الرابع اتمت. يلا من بعدها حتتسجل. خلينا ننطر انا وياكم من بعدها حتتسجل. جاكسون بده يروح يوصلها لعند مين؟ لمحمد حديدان. ترال استغنن بيعمل الستيل. ترال استغنن فاول. ترال استغنن الحكم بيقول ما في فاول. زياد شنوفي طالع على الباسكت. اوه ماجاك حركه دفاعيه ممتازه. محمد حديدان بده يدخل على اتار ماجاك ما بيسجل. جون بوهانن بيلتقط تقريبا. فرصه للحكم اللبناني ليتقدم. الطعب تورن اوفر تورن اوفرز كتار كتار على الحكم التورن اوفرز كتار التورن اوفرز. جديدة اوبن شوت من مراد ما بيسجل منها والريباوند لاتار ماجوك بيلعب بشكل ممتاز. اتار ماجوك دوين جاكسون. دوين بده يسدد عن ارك 3 بوينتس ما بيسجل. دوين جاكسون 21-20. هيدا عادل الثلاث لمدرب المنتخب التونسي السابق بالوقت يلي نديم سعيد عم يتحرك للدخول لارض الملعب. مراد المبروك ل محمد حديدان. ابراهيم طامس بده يجرب ياخذ خطا من اتار ماجوك. ابراهيم طامس بيلعب مع الباك بورد وبيسجل. ابراهيم طامس ابراهيم طامس بيسجل والطابه لمصلحه الحكمه من رشيد. الفارق ثلاثه لمصلحه النجم الرادسي التونسي. جي يونغ بلاد بوجهه في ابراهيم طامس بوصلها لجون بوهانن بده يخترق تبقى لمصلحة الحكمة. جاي عن ارك ال 3 بوينتس ما بيسجل. الريباوند لمراد المبروك. مراد المبروك للفريق التونسي النجم الرادسي. جون بوهانن بيعمل الستيل. لازم يروقوا الحكمة شوي يخففوا تورن اوفرز بيقدروا يرجعوا يطلعوا هن بالسكور بس التورن اوفرز كتار. ولسوء حظ الفريق اللبناني ترال استغنن ما عم يسجل عن ارك 3 بوينتس بينما الدفاع الممتاز عم يكون من نادي النجم الرادسي. وهالمره استغنن بيفتتح سجل نقاطه بهالجيم من المسافه البعيده واولى نقاط استغنن. الفارق بينزل لنقطه 22-23. عمر عباده لزياد الشنوفي بيسجل. زياد الشنوفي لاعب رقم 3 واللاعب رقم 5 بصفوف الفريق التونسي. شوترز ممتازين يعني لو طوله مترين زياد الشنوفي بس هو شوتر بالوقت يلي. ترال استغلن ترال جون بوهانن. دوين جاكسون دوين جاكسون لازم ياخذ الاتمت. دوين جاكسون ما بيسجل. جون بوهانن بيلتقط الاوفنسيف ريباوند باول مره ما بيسجل. في خطا لمصلحته خطا لمصلحه جون بوهانن. صراع تحت الباسكت بينتهي لمصلحه الحكمه ولكن اوت اوف باوندز. ماجوك بيطلع من الملعب. هدف الفريقين اللبنانيين الهومنتمن والحكمه الوصول للفاينل بالوقت يلي جاي يونغ بلاد بيتعرض للبلاك شوت. عمر عباده طالع بالفاست بريك لمحمد حديدان بيحصل على الخطا من دوين جاكسون. الخطا الثالث على دوين جاكسون. الخطا الثالث على دوين جاكسون. خطاين على اتار ماجوك.
خطأين على أتار وثلاث أخطاء على دوين جاكسون. محمد احتدان كان لازم يتركه دوين جاكسون. محمد لاعب كتير خطر، بيعرف كتير من يحكي بيسجل. محمد احتدان بيسجل عن الفري ثرو لاين. ثاني ما بيسجل منه محمد حديدان. طابة لمصلحة الحكمة. نديم سعيد دخل للملعب. نديم بهيدي البطولة عنده برسنتج عالي عن ارك 3 بوينتس وعم بيكون كثير منيح. الوقت ينزل اوف ذا بنش ويساعد نادي الحكمة. ترال ستوغلن. ابراهيم طامس عم يطلع هو لجرب يسكر له الشوطة لترال. في خطأ لمصلحته. ابراهيم طامس المترين وعشرة عم يطلع لتم الزون لفوق ليجرب يسكر له الشوطة لترال ستوغلن. بيعرفوه هو الأخطر. وقديه هو هلا صار اخذ التامس وما مسجل. يعني انا مأكد انه هلا الخامسة رح تدخل مع ترال. خلينا نتأكد انا وياكم. ديماريوس بولز من نقطتين بيسجل. ديماريوس بولز بيسجل. مفاتيح اللعب كثيرة عند الحكمة وكوتش فؤاد ابو شعرة. يعني وقت يسكر مفتاح، المفتاح الثاني جاهز. ديماريوس بولز عم بيسجل نقطة الرابعة بالجيم وينزل الفارق لنقطتين. محمد حديدان في خطأ الحكم بيقول على جاي يونغ بلاد. يعني راحت الطابة بعدين احتسب الخطأ. خلينا نشوف شو احتسب الحكم. خطأ على مين هون؟ خطأ شكله على ديماريوس بولز. خليني اتأكد على جاي يونغ بلاد. خطأ على جاي يونغ بلاد. حوار ما بين الحكم وجاي يونغ بلاد. طابة رح تكون اوت اوف باوندز لمصلحة النجمة الرادسي. جاي بيعمل الستيل، تاني ستيل بالجيم. ديماريوس بولز على الفاست بريك. ديماريوس بولز جون بوهانن بيعدل الارقام للحكمة اللبناني مع النجم الرادسي التونسي 26-26. تاني ستيل لجاي. انا كنت عم اقول دفاعيا عم يلعب بشكل ممتاز جاي يونغ بلاد. عمر عبادة بدي يخترق لجوا ولكن الديفنس الحكمي وعم يكون كتير منيح. داستن بدي ياخد الاتمت عن ارك 3 بوينتس ما بيسجل. جاي قديه لهلا كل اللاعبين عم نشوفهم عم بيسجلوا ويحطوا نقاط للحكمة ولكن جاي هو الشغل كله. جاي ما عليه لو ما سجل هون عم يطالب كان بفاول، بس جاي عم يعمل شغل ممتاز. عمر عبادة بده يخترق على الباسكت ما بيسجل. الريباوند لمين؟ لابراهيم توماس من تحت الباسكت ايضا ما بيسجل. ابراهيم توماس راح من ميلي لميلي لياخذ الريباوند ابراهيم توماس ولكن الطابه لمصلحه الحكمه. لبنان عم بيلعب حاليا خارجيا، بس كمان الاسبوع الجاي بدنا نتمنى التوفيق لمنتخب لبنان بالتنس يلي عنده ديفيس كاب وراح تصير على ملعب نادي التعاضد على كورنيش المزرعه. ديفيس كاب كنا بنتذكر لبنان لما كان يلعب بايام العز بالتنس، واليوم لبنان على طريق انه يرجع للزون 1 ان شاء الله مع الاتحاد اللبناني الجديد للتنس، وهذا الشيء راح يكون منقول مباشره عبر شاشه التلفزيون المستقبل نهار السبت والاحد القادمين. لبنان بمواجهه تشاينيز تايبي بالزون 2 بالديفيس كاب. هيدا جمهور الحكمة سعيد بالتعادل الأرقام، ولو أنه لهلأ ما كانوا موفقين الحكمة من بداية الكوارتر الأول وحتى انطلاقة الكوارتر الثاني. 4 دقائق و25 ثانية. فرصة هون للحكمة ليتقدم لأول مرة بهالجيم. جاي يونغ بلاد على البوزيشن 1 وترال ستوغلن
رح نشوف اذا رح يكون مرتاح اكثر ليجرب ياخذ الاتام. دي ماريوس بولز والتقدم للفريق اللبناني لمصلحه الحكم 28-26. مان تو مان ديفنس. نديم سعيد عم يدافع على داستن. محمد حديدان لابراهيم توماس بيخترق على الباسكت. ابراهيم توماس جامب كتير عالي من ابراهيم توماس بيعدل الارقام ايضا 28-28 ما بين الحكم اللبناني والنجم الرادس التونسي. نصف نهائي بطوله دبي الدوليه لكره السله. دي ماريوس بولز بده يسدد عن ارك الثري بوينتس ما بيسجل. الريباوند لابراهيم توماس. داستن لاعبين الفريق التونسي بجرب يلعبوا الانسايد جيم يحصلوا على الاخطاء. اوبن شوت لزياد شنوفي خطر كتير ما لازم يخلوه الحكم ياخذ هالتسديدات اللي هالقد لحاله مرتاحه لانه خطر يعني لحسن حظ الفريق اللبناني هون ما قدر يسجل زياد شنوفي ولا سوء حظ الفريق التونسي. بالوقت يلي ترال ستاغلن بده يجرب ياخذ الاتام. ترال ما قدر ياخذها مرتاحه. نديم سعيد لجي يانج بلاد. تورن اوفر على جي يانج بلاد. قدمه كانت على لاين الاوت. قدمه كانت على لاين الاوت. زياد شنوفي رح يطلع من الملعب. مراد المبروك عم يطلع الطابه بدلا من عمر عباده بالفريق التونسي. بالوقت يلي اتار ماجاك عم يتحدى للدخول لارض الملعب من قبل الفريق اللبناني. داستن مان تو مان ديفنس. محمد حديدان لمراد المبروك. باقي خمس ثواني دائما بيلعبوها للاخر الفريق التونسي. دائما بيلعبوا ال 24 ثانية للاخر ما بتطلع الطابه من ايدهم الا باخر ثلاث ثواني. ترال ستاغلن مره تقدم تونسي. ترال لجون بوهانن. دي ماريوس بولز عم يجربوا دائما يسكروا له من الشوطه لفريق الحكمه. نديم سعيد. نديم بده يروح على الباسكت. نديم بتعرض للخطا من داستن. نديم سعيد خطا لمصلحه نديم سعيد وتسديدتين عن الفري ثرو لاين للماتر نديم سعيد. بالوقت اللي اتار ماجاك رح يدخل بدلا من جون بوهانن. بده ينتبه اتار ماجاك. الفرق بين جون بوهانن واتار ماجاك، اتار مشاكس اكثر تحت الباسكت وماجاك دائما يعني عنده حضور دفاعي ممتاز اكثر من جون بوهانن. جون عم بيكون على الاوفنس ممتاز بكل المباريات اللي شارك فيهم مع نادي الحكمه بهالبطوله. الماتر بيقدر انه يعدل الارقام واولى نقاطه بالجيم 30-30 ودقيقتين و23 ثانيه لنهايه الكوارتر الثاني. التعادل اللبناني تونسي 30-30 بالنصف نهائي بطوله دبي. مراد المبروك وصلها لمحمد حديدان كدي يعمل الستيل. ابراهيم توماس بيجرب يلعب على اتار ماجاك بينجح لانه ماجاك ما راح يجرب ابدا انه يعمل فاول لهالشيء. عم يجربوا يلعبوا الانسايد جيم. لهلا صار حاطط 9 نقاط ابراهيم توماس. ترال ستاغلن عن ارك للثري بوينتس. اوه ما سجل عن ارك للثري بوينتس. طابه لمصلحه الفريق التونسي تحت الباسكت. ابراهيم توماس. فؤاد ابو شعره عم يطلب تايم اوت. فؤاد ابو شقره عم يطلب تايم اوت. فارق عم يطلع على 4-34-30. شو هالجيم النصف نهائيه الحماسيه اللبنانيه التونسيه بين الحكم اللبناني والنجم الرادس التونسي. خلينا نسمع التعليمات قبل ما نرجع من بعد للمباراه. Terrell take the ball. Come from AT side. Then we have here. Give it to Jay. Jay. Guys. Stay on the corner. When Jay is right. Stay on the corner. نرجع لاجواء المباراه. هذا جمهور الحكم الكبير اللي كنت عم قلكن عنه خلف النادي بقياده توني نعمه. ترال ستاغلن منا ماشي لهلا معه عن ارك 3 بوينتس. جاي كمان ما بيسجل. الريباوند لمين؟ البوسيشن
حكم بيقول لمصلحة النجم الرادسي التونسي. دقيقة و 32 ثانية. الديفنس مهم كتير هون طبعا يجربوا ياخذوا ليد أكبر الفريق التونسي. جازم الحكمي يلعبوا دفاع. المشكلة برجع بقول يعني هي أكثر على الأوفنس، منهم موفقين الشباب عن أرك 3 بونتس. تخيل لما قال لك درار استقبل آخذ خمسة أتمت ما مسجلهم. مراد المبروك لابراهيم توماس بده يطلع على الباسكت. ابراهيم شو كان بده فيها هيدي؟ اتار ماجوك كان فيها مخاطره لحسن حظه ما بيعمل الفاول. دي ماريوس بولز بيعمل الفيك بياخذ الاتم بيسجل بينزل الفارق لنقطه 34 تونس 33 لبنان. تسع نقاط لدي ماريوس بولز، تسع نقاط للاعب رقم اثنين بفريق الحكمه اللبناني. مان تو مان ديفنس من الحكمه. مراد وصلها لمحمد حديدان. داستن ما بياخذ الاتمت من نقطتين. خطا من نديم سعيد. احمد درويش بيقول في خطا من نديم سعيد وراح يكون في تسديدتين عن الفري ثرو لاين. نديم عم يرتكب خطأ الاول بالوقت يلي جون بوهان راح يدخل لارض الملعب بدلا من اتار ماجوك. هذا اللي كنت عم اقوله من شوي، يعني بقيت 39 ثانية انا قلت شو كان بده فيها اتار ماجوك، لانه كان ممكن يرتكب فاول ويكون الخطا الثالث عليه، ولكن الكوتش وضع بشاره دغري استدرك الامر ونزل جون بوهانن، لانه 39 ثانية بيكون عطاهم فاول ببلاش للفريق التونسي، لانه هن الكوتش عادل ثلاثة والفريق التونسي عم جربوا يلعبوا الانسايد، عم جربوا. شفنا ابراهيم توماس عم بيقدر يعمل اللي بده اياه، 11 نقطة لهلا ابراهيم توماس اوف ذا بنش، اللاعب رقم سبعة وقدر يلعب تحت الباسكت بسهولة لأنه ماجوك ما عم يقدر يكون فعال دفاعيا كما يجب. جاي يونغ بلاد دي ماريوس بولتز مان تو مان ديفنس من الفريق التونسي. دي ماريوس بولتز الأفضل تسجيلا بفريق الحكمة بتسع نقاط. كروس اوفرز منه الطابة لمصلحة مين؟ رح تكون لمصلحة الفريق التونسي. محمد حديدان طلع على الباسكت اللبناني بيحصل على الخطأ، بيحصل على الخطأ محمد حديدان وعنده تسديدتين على الفري ثرو لاين. خطأين على نديم سعيد. اعتراض كبير من الكوتش فؤاد أبو شعرة، اعتراض كبير من الكوتش فؤاد أبو شعرة على التحكيم. برجع بذكر مباراة النصف النهائي الثاني ورا هالمباراة رح تكون بين هومنت من بطل العرب من لبنان وجمعية سلا بطل افريقيا ووصيف بطل العرب يلي قدر يربح عليه الهومنتمن بسلا. الساعة 7 مباشرة عبر شاشة التلفزيون المستقبل من دبي. محمد حديدان على الفري ثرو لاين. محمد الاولي ما بيسجل منه. محمد حديدان ريباوند لجون بوهانن. بقى 13 ثانية. مهم الحكم كتير هون، إذا سجلوا عن آرك 3 بوينتس يعدلوا الأرقام. دي ماريوس بولتز ما بيسجل. الريباوند لابراهيم توماس آخر ثانية. الكوارتر الكوارتر الثاني عم ينتهي 36-33. فإذا مشاهدينا الإثارة والحماس مبلشين كتير بكير ورح يكملوا معكم عبر شاشة التلفزيون المستقبل مباشرة من دبي. رح نرتاح لحوالي ماكسيموم 8-9 دقايق، من بعدها بنرجع لصالة مكتوم بن محمد آل مكتوم ومباراة الحكم اللبناني والنجم الرادس التونسي بنصف نهائي بطولة دبي الدولية. نرجع نحن وياكم مشاهدينا مباشرة لدبي لصالة مكتوم بن محمد آل مكتوم بالإمارات العربية المتحدة. بنرجع لبطولة دبي الدولية بنسختها 29 لكرة السلة، المباراة النصف النهائية ما بين الحكمة اللبناني والنجم الرادسي التونسي. قبل ما نتابع الكوارتر الثالث والرابع راح نكون بانترفيو مع رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة بريزيدون بيير كاخيا يلي موجود بدبي. بريزيدون أهلا وسهلا فيك يعني على شاشة الفيوتشر، أنت دائما ضيف عزيز علينا. أنا بتشكركم. كيف إن شاء الله مشارك. حضورنا يكون فعل حسن. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. بدي أسألك كيف شايف مشاركة الفرق اللبنانية، خاصة إنه اليوم عم نشوف كمان يعني أهم جالية عم تجي على الملعب وعم بتتابع فريقها هي الجالية اللبنانية. هلا لا شك هي دورة دبي عزيزة على قلب اللبنانيين وعلى لبنان وعلى الاتحاد اللبناني وعلى أندية لبنان، وبالتالي مشاركتهم هي إضافة للبطولة لا شك.
ولا شك انه الجمهور اللبناني احدى اسباب نحن مشاركتنا هي التواصل مع هالجمهور الجميل، جمهور الجاليه اللبنانيه بالامارات العربيه المتحده اللي ما حايد ما بيقصروا مع الفرق اللبنانيه، بيكونوا حاضرين معنويا وروحانيا وماديا لدعم كره السله اللبنانيه. رزيدون في خطه شيء لحتى الاستفاده من الجاليات اللبنانيه اللي برات لبنان لنجرب ننعش شوي قصه المنتخب قصه الانديه، لانه الازمه الماليه خانقه على الكل يعني. لك لا شك في تفكير عند الاتحاد اللبناني انه المنتخب اللبناني يقوم بزياره لدول الخليج ويلعب بكل دوله مبارتين لثلاث مباريات، وهيدي المباريات لنشر لكره السله اللبنانيه وتامين دعم مالي للمنتخب اللبناني، خاصه انه كل العالم تعرف انه منتخب لبنان عنده تصفيات كاس العالم اللي عم يلعب فيها، وامله كبير انه يقدر يتاهل للمره الرابعه على كاس العالم. انا بدي اتشكرك واتمنى لك التوفيق على راس الاتحاد اللبناني لكره السله، ويكون وجهك خير ويرجع فريق لبنان على الاقل بالكاس على بيروت، اما حكمه او همنتي ان شاء الله يا رب. يعني هارد لك للنادي الرياضي، ما كنا نتمنى انه يطلع، كنا حابين نشوف السيمي فاينل مع ثلاث انديه لبنانيه بس هيدا الكره السله، واليوم عندنا اثنين نتمنى لهم اليوم الفوز وان شاء الله خير. ثانك يو لك بريزيدون بيير كاخيا. فاذا اكيد اللي عقل ماركتينج بيير كاخيا وبيعرف كثير منيح كيف يشتغل ويتعامل مع هالامور. على كل الاحوال رح نكون بانترفيو كمان مع احد رعاة هالبطوله والسبونسرز عبر شاشه تلفزيون المستقبل، شركه الوادي الاخضر للعقارات اللي منتشره بدبي والامارات العربيه المتحده ككل، لبنان وحتى بتركيا. خلينا نتابع هالانترفيو وبنرجع بنتابع. بدايةً قديش أهمية وجودكم بدورات رياضية عم بتصير مشاركتكم فيها بدبي؟ نحن شركة الوادي الأخضر هي شركة إماراتية عربية عالمية، مقرها الرئيسي هو في دبي، فإيمانا بالدور والمسؤولية اللي علينا من حسة تجاه البلد دولة الإمارات بنقوم بدعم النشاطات الرياضية والفنية. نحن الراعي الرسمي للاتحاد الإماراتي ورعاة لعدة أنشطة رياضية وفنية كمان، بندعم الفن كمان، ومن الأمور الرياضية اللي حبينا كمان نشارك بدعمها هي موضوع كرة السلة عن طريق دورة دبي اللي بتصير كل سنة هون. بالنسبة لنا نحن إن شاء الله بال 2018 كشركة الوادي الأخضر نحن عندنا مشاريع بالإمارات، في عندنا بالمغرب وجورجيا والبوسنة وتركيا ولبنان، إن شاء الله مستمرين بهاي المشاريع. في مشاريع جديدة إن شاء الله راح تصير بلبنان بهاي السنة، بالإضافة للمشاريع الجديدة كمان بالإمارات والمغرب وجورجيا كمان. الموسم الماضي كان عاطل برأيك بسوق العقارات؟ لا، هو مش كتير عاطل، كان في شوية جمود وفي تباطؤ نوعا ما كان بالعقارات، يعني هو دائما الحركة الاقتصادية دائما يعني تطلع شوي بتنزل شوي، هذا شيء طبيعي بالوضع الاقتصادي بأي بلد. متفائلين هالسنة أحسن إن شاء الله. طبعا هلا مع اقترابنا لإكسبو 2020 بدبي إن شاء الله من الطبيعي إنه الأمور تكون روح للأحسن والأمور تكون أفضل. شكرا لك. فإذا هذه كانت الانترفيو يلي أكيد مع شركة الوادي الأخضر أحد السبونسرز يلي مع تلفزيون المستقبل بهالبطولة، وأيضا بدي أتشكر سلسلة مطاعم الصفدي ورجل الأعمال اللبناني فادي الصفدي يلي استضاف أيضا كل الفرق اللبنانية الحكمة والرياضي والهومنتمن بمطاعمه بدبي، وأيضا بدي أتشكر السيد عبد الرحمن الصفدي والسيد فضل الصفدي وكمان أيضا بروسويم والسيد محمد صقر والمطعم أفندينا ببيروت. ما بدي أنسى حدا من السبونسرز كمان يلي كانوا معنا موجودين خلال هالبطولة، بطولة دبي الدولية يلي اليوم الدور النصف النهائي صيف بدبي والشمس حلو كتير والبرونزاج ما في أجمل منه بدبي أيضا كمان. بهالوقت صارت مكتوم بن محمد آل مكتوم بانتظار الكوارتر الثالث والرابع من الدور النصف النهائي بالنسخة 29 لبطولة دبي الدولية، وبهالوقت أكيد عم نشوف الزميل المعلق أشرف سمارة بالوقت يلي اكيد نحن بننقل هالمباريات بالتعاون مع قناة دبي الرياضية. على كل الاحوال مشاهدينا كوارتر ثالث حيكون بغاية الاهمية للحكمة، برسنتج الواطي جدا عن ارك 3 بوينتس ما لازم يكمل لنادي الحكمة. حسن حاجي الحكم الدولي البحريني
عتار مع جاك جاي يونغ بلاد، الزميل حسام الدين زبيبو المشرف العام على الرياضة، والكوتش عادل التلاتلي. دي ماريوس بولز موجود على أرض الملعب، السكوت بالملعب هو سيد الموقف حاليا. توني نعمي بلش المعزوفات لأنه جمهور الحكمة بحاجة لهالضحكة من الكوتش فؤاد أبو شعرة صاحب الخبرة المحنك بالملاعب العربية والآسيوية، وأيضا الحكمة صاحب التاريخ الكبير بكرة السلة اللبنانية. ترال ستاغلن بلش الكوارتر الثالث بشكل ممتاز وعم بيسجل عن ارك الثري بوينتس. ترال ستاغلن داستن اللاعب الامريكي اللي مبلش هو مراد المبروك، وبالاضافه للمختار غيازة ومحمد حديدان. داستن بده ياخذ تسديده عن ارك الثري بوينتس، بيسجل داستن. اللاعبين الاجانب بالفرق التوانسي والمغاربي بيلعبوا بطريقه بتحسهم سايلنت، كانك حاطط تليفونك سايلنت، بيجيك اتصالات مهمه بس هو سايلنت، وهن هيك بحطوا السله وقتها ما بتحس فيهم. يعني هيدي ثاني ثري بوينت للاعب داستن بالوقت يلي اليوم لهلا ترال ستاغلن عن ارك الثري بوينت 0 من 5 و4 من 17 للحكمه، 23% البرسنتج متدني جدا، بالمقابل 5 من 15 نسبة 29% لنادي النجم الرادسي التونسي. ترال ستاغلن عن الفري ثرو لاين عم بيسجل. ترال ستاغلن بيسجل الثاني. ترال عنده بعد فرصة عن الفري ثرو لاين. ترال بيسجل. ترال استغل الفريق بينزل لنقطة 38-39، 7 نقاط لترال استغلن. الكوارتر الثالث من الدور النصف النهائي لبطولة دبي الدولية. عمر عبادة المباراة الثانية رح تكون لبنانية مغربية ما بين بطل العرب نادي هومنتمن وبطل افريقيا جمعية سلق المغربي، الساعة 7 مباشرة على الهواء. وما تخافوا ما رح نقطع نشرة الأخبار أبدا، لما بدنا نعمل شيء بنعمله للآخر وبنكمله للآخر وبننقل كل شيء لجمهور كرة السلة مباشرة من دبي. بالوقت يلي دو ماريوس بولز عم يجرب هون يحط شوية براشر على اللاعبين التوينسي. دي ماريوس بولز عم بيكون في شوية احتكاكات. الرياضة أكيد رح تتابع عبر شاشة تلفزيون المستقبل، والكثير من الأحداث الرياضية مثل ما قلت لكم رح تكون الأسبوع الجاي. ديفيس كاب هلا بالصيفية، كمان في الوورد كاب، وكمان لكل اللي بحبوا يروحوا يحضروا الوورد كاب، oneboxoffice.com الشركة الرائدة بعالم التذاكر الرياضية. ون بوكس أوفيس مصداقية عالية جدا وعالمية وجودة. مراد المبروك، مراد فؤاد بده يحسن كثير من دفاعه. زون ديفنس من نادي الحكمه 40-39. داستن بوصلها لعند محمد حديدان. عمر عباده لازم ياخذوا التسديد. خلصوا الثواني. تورن اوفر على الفريق التونسي. بوسيشن ترجع لمصلحه الفريق اللبناني. الحكمه اللي عم يلعب باسم شركه طيران الامارات، الشركة الراعية لنادي الحكمة بهالوقت. جاي يونغ بلاد ترال بيسجل. الجمهور الحكماوي اللبناني بيولع بصالة مكتوم بن محمد آل مكتوم. هيدا أكبر تقدم للحكمة بفارق 4 نقاط على النجم الرادسي التونسي. داستن بوصلها للمختار غيازة. محمد حديدان تحت الباسكت للمختار غيازة ما بيسجل. الريباوند لأتار ماجوك. وترال ستاغلن عم يستلم الطابة ليطلعها هو. بداية كوارتر ثالث ممتازة. أنا هيدا اللي قلته قبل انطلاقة الكوارتر الثالث، قلت رح تكون مهمة جدا انطلاقة هالكوارتر. ترال ستاغلن بوصلها لديماريوس بولز. ديماريوس بولز من نقطتين كثير عالي ما بيسجل. الاوفنسيف ريباوند لمصلحة الحكمة. دوين جاكسون ما بيسجل عن ارك الثري بوينت. داستن عم يطلع الطابة لمصلحة النجم الرادسي التونسي.
عمر عبادة عم بيروق الملعب. عمر عبادة عم يجرب يلعب الريتم البطيء، ما بده يسرع الريتم لأنه الحكمة بحبه كتير اللعب السريعة. تاستن مراد المبروك عن آرك على 3 بوينتس، بيسجل مراد المبروك عن آرك على 3 بوينتس. والأرقام 43 الحكمة، 42 النجم الرادسي. مباراة من العيار لتقير بنصف نهائي بطولة دبي الدولية لكرة السلة. جاي يونغ بلاد، جاي من نقطتين ما بيسجل جاي. الريباوند لمين رح يكون؟ الكرة بقدمه لترال ستاغلن ورح تطلع بالاوت لمصلحة النجم الرادسي التونسي. دقايق صعبة وأعصاب لازم تكون فولاذية. مرة جديدة بدي اتوجه بالتعزية لحادث السير المؤسف يلي صار امبارح ب طبعا راس المتن، وراح تحيته اثنين من الرياضيين اللبنانيين، البطل ماهر صالحة والبطل سيزار غزال. للأسف يعني أبطال من لبنان بالألعاب القتالية، تعزينا لأهلهم والله يصبر أهلاتهم. خسارة للرياضة اللبنانية. اثنيناتهم ماهر صالحة وسيزار غزال. دي ماريوس بولز، دي ماريوس بوصلها لعند عمر عبادة. عمر عبادة مختار غيازة، بتوصل لعند داستن. 45-43 التقدم تونسي. عمر عبادة بيبقى محافظ على الطابة لداستن، وبيسجل داستن عن آرك الثري بوينتس. قلتلكم سايلنت، اللاعبين الأجانب بالفرق التونسي بحسون سايلنت، يعني داستن طلع من محل ما حدا منتبه وقدر يسجل عن آرك الثري بوينتس. دي جي طابة لمصلحة الفريق التونسي اوت اوف باوندز. تقدم تونسي 48-43. محمد حديدان لداستن، تسديدة على الارك 3 بوينتس عم تتسجل ايضا. 48-43، 5 دقائق و3 ثواني لنهاية الكوارتر الثالث. التقدم لمصلحة النجم الرادسي 12 نقطة على التوالي. فارق عم يطلع على 8، 51-43، 5 دقايق و3 ثواني لنهاية الكوارتر الثالث. مباراة رح تكون حامية جدا. صباح خوري دخل لأرض الملعب، وجون بوهانن أيضا دخل لأرض الملعب. صباح من اللاعبين يلي عندهم خبرة على ملعب صالة نادي الأهلي. وهلأ أهم شيء هو ترال ستاغلن يرجع على أجواء الجيم، وخاصة بالتهديف عن آرك لتري بوينتس. مع مسجل ترال الريباوند لمصلحة الفريق التونسي. داستن، عمر عبادة، مختار غيازة، داستن محمد حديدان بده يخترق على الباسكت، وفي خطأ لمصلحة الفريق التونسي. عم يلعبوا بشكل كتير منظم لاعبين النجم الرادسي التونسي.
بصمات المدرب عادل أتلاتلي وستيل لعبه لعادل أتلاتلي واضح على أرض الملعب لكل اللي هن حديثين بالباسكت. هلا بس لتخلص على لجم الحكموية بخبركم عن عادل أتلاتلي أكثر، هالمدرب يلي قدر يجمع، تعرفوا صالح الماجري اللاعب التونسي النجم العربي بالدالاس مافريكس كوتش، وكان عادل أتلاتلي وهو أول من اكتشفه ببطولة المنتخبات العربية للشباب بجدة بال 2004، ومن بعدها أيضا مكرم بن رمضان وحمد براع ومحمد حديدان وهاللاعبين كلهم خريجين عادل أتلاتلي. هالمدرب لعب 2 كاس عالم، ربح بطولة أفريقيا وراح الأولمبيك جيمز. عادل أتلاتلي بالوقت يلي عم بيواجه واحد كمان من أفضل المدربين الأسيويين الكوتش فؤاد أبو شقرة صاحب ألقاب عديدة ولا تعد ولا تحصى. بالوقت يلي الترال لازم ياخذ الاتامت، ما بيسجل ترال ستوغلن، طيب بترجع لترال ستوغلن، تورنوفر على ترال ستوغلن، وتكنيكال فاول على الكوتش فؤاد ابو شقره، تكنيكال فاول على الكوتش فؤاد ابو شقره، عم يعترض اكيد الكوتش فؤاد على التحكيم. حسن حاجي بيقول في تكنيكال فاول على المدرب اللبناني فؤاد ابو شقره. عم نشوف هون بالإعادة لازم ينتبهوا لاعبين الحكمة ما يطلعوا الفارق لأكثر من 10 نقاط، ولكن أكيد محمد حديدان مراد المبروك، مراد وصلها لمحمد حديدان عن ارك الثري بوينت، بيسجل محمد حديدان عن ارك الثري بوينت، الفارق عم يطلع ل 12 نقطة لمصلحة النجم الرادس التونسي. ترال ستوغلن لمصلحة صباح خوري عن ارك الثري بوينت بشكة، كاتش اند شوت صباح بشكة عن ارك الثري بوينت، الفارق بينزل لتسعة 3 دقايق و12 ثانية، مهم كثير تسديدته لصباح خوري عن الكورنر. ترال ستوغلن بيطلع ليرتاح، كوتش فؤاد ابو شقرة بيطلعوا ليرتاح على البنش، بينزل بدلا منه ديماريوس بولز، بركي بيروق اعصابه شوي ترال قبل ما يكمل هالجيم. على كل الاحوال يعني لتعرفوا اكيد كمان كيف هالفرق الكبير ببطولة دبي، شوفوا هالنصف نهائي محمد حديدان ما بيسجل، جاي يونغ بلاد، دي ماريوس بولز بوصلها لجون بوهانن وبيسجل جون 5-0 رن لمصلحة نادي الحكمة، عم بينزل الفارق بالوقت المناسب الفريق اللبناني لسبع نقاط 48-55، دقيقتين و36 ثانية لنهاية الكوارتر الثالث. صباح اوف ذا بنش عم يعمل شغل منيح، تسديدته عن ارك 3 بوينتس كانت ممتازه، عمر عباده مع البورد ما بيسجل، الريباوند لجاي يونغ بلاد، جاي لازم يكمل هالرن اللبناني ليجرب يسكر الفارق التونسي تحت الباسكت. دي ماريوس بولتز بنشوف في مراد المبروك، دي ماريوس بيفتحوا الطريق لحاله، قصيره من دي ماريوس بولتز، الفاست بريك تونسي المختار غيازة بيستعرض بالسلة اللبنانية، مختار غيازة وبيرجع بيطلع الفارق لتسعة، أربع نقاط للمختار غيازة بجيم اليوم. جاي يونغ بلاد، جاي بيروح على الباسكت، ما بيحصل على الخطأ جاي يونغ بلاد، بيحصل على الخطأ جاي يونغ بلاد، وعنده تسديدتين عن الفري ثرو لاين. جاي عم يطلب هو يلعب على البوزيشن 1، يطلب من الكوتش فؤاد ابو شقره ومساعده كوكو العب انا على الوان. ابراهيم توماس راح يدخل لارض الملعب، مترين وعشرة بدلا من المختار وغيازه، مترين واربعة، 11 نقطة لابراهيم توماس، 14 نقطة للاعب داستن رقم 25، 12 نقطة لمراد المبروك، بينما بفريق الحكمة 9 نقاط لجون بوهانن، 9 نقاط لديماريوس بولتز. برسنتج التهديف عم يكون متدني جدا خاصة عن ارك 3 بوينتس للفريق اللبناني.
صباح راح تكون مهمته الدفاعية منا سهلة أبدا. عمر عبادة واحد من البوينت جاردز الممتازين بأفريقيا. عمر عبادة اللاعب رقم 4 لازم يستعملوا شوي هون الخشونة. لاعبين الحكمة جربوا يكونوا أكتر تاف لأنه الشباب التوينسي معودين حتى يلعبوا ضد الفرق من أنغولا. عم تتخيلوا الوضع يعني دي ماريوس بولز بيعمل الستيل بالوقت المناسب للفريق اللبناني. وجاي يانج بلاد عم يطلع بالطابة. جاي يانج بلاد تحت الباسكت. دي ماريوس بولز ما بيسجل الطابة. غريبة كيف ما بيسجل منها دي ماريوس بولز. والعبادة على الأوفنس. فارق 7 لمصلحة الفريق التونسي. مراد المبروك داخل للباسكت. محمد حديدان بياخذ الاتمت. لا بيعطيها لعمر عباده عن ارك الثري بوينتس. ما بيسجل الريباوند لدي ماريوس بولز. كثير كان عالي ليلتقط الريباوند دي ماريوس بولز. جاي مثل ما قلت لكم كان عم يطلب هو يلعب على الوان. وهيدا هو جاي على الوان. شو الحل رح يكون من عند جاي يانج بلاد. بيخترق على الباسكت بوجه لابراهيم توماس. باسكت كاونتد ان لجاي يانج بلاد. بيلعب على ابراهيم توماس وبيسجل جاي يانج بلاد. فرصة الاند وان لجاي يانج بلاد. فارق عم ينزل لخمسة ممكن ينزلوا لأربعة. جاي يانج بلاد قبل 34 ثانية على نهاية الكوارتر الثالث. جاي يانج بلاد على الفري ثرو لاين. خطأ الثاني على ابراهيم توماس. رح يطلع من الملعب رح يدخل بدلا منه المختار غيازة. روتيشن كبيرة عم تكون عند المدرب عادل الثلاثة بالوقت يلي فيه شوية احتكاك ما بين دي ماريوس بولتس ومحمد حديدان. صباح خوري بخبرته بيرجع دغري بيروق اللاعبين بيقول للكل اهدوا ما يستفزوكم. بده يجرب يطلعوكم بعد يعني ببداية الجيم. انا قلت نازلين اللاعبين الحكمة شوي في تردد شوي في تنشن. حتى يكون في تنشن ما فيك تركز على مباراة نصف نهائية. عم بيقول له الحكم حسن حاجي الدولي البحريني للمدرب عادل الثلاث لأي بعد تلاسون رح يكون في تكنيكال فاول. كوتش فؤاد أبو شقرة يلي بيعرف كتير منيح كيف يربح واللي أهم كمان كوتش فؤاد بيعرف كتير منيح كيف يخسر. جاي يانج بلاد اليوم عينه على الفوز واليوم الحكمة قادر يربح على النجم الرادسي. ايه قادر يربح شوية ديفنس والامور كلها رح تكون منيحة للفريق اللبناني. مراد المبروك بيدخل على الباسكت لمحمد حديدان عن ارك تري بونس. فبيسجل جاي بلتقط الريباوند. فرصة للحكمة ليسجلوا باخر 9 ثواني. جاي يانج بلاد بده هو ياخذ القرار. جاي باقي 5 ثواني. جاي بده يهرب من محمد حديدان. جاي بعليها او ماجوك وما بيسجل. اتير ماجوك كانت فايته لحالها بالباسكت ولكن اتير ماجوك هو اللي ببعدها عن الريم. على كل الاحوال 57-53 كوارتر الرابع حماسي. كوارتر الرابع اعصاب وكوارت الرابع رح يكون من نار بين الحكمة من لبنان والنجم الرادسي من تونس. رح نروح نحن وياكم لبريك قبل ما نرجع للنصف نهائي. نرجع نحن وياكم مشاهدينا مباشرة لدبي لصالة مكتوم بن محمد آل مكتوم بالإمارات العربية المتحدة. نرجع لبطولة دبي الدولية بنسختها 29 لكرة السلة. نرجع للمباراة اللي عم تجمع الحكمة من لبنان بمواجهة النجم الرادسي من تونس. نرجع لاخر 10 دقائق لنعرف مين رح يوصل للمباراة النهائية بانتظار الفائز من مباراة الهومنتمن اللبناني وجمعية سلة المغربي اللي رح تكون الساعة 7 بتوقيت بيروت. ومنقول مباشرة كل على الهواء من دون ما نقطش ابدا لنشرة الاخبار. على كل الاحوال الحكمة مهمة كتير. انطلاقة الكوارتر الرابع زياد الشنوفي عم بيسدد برسنتج عالي للفريق التونسي عن ارك 3 بوينت 11 من 25. بينما الحكمة 6 من 21 نسبة 28% نسبة متدنية جدا. ترال ستوكمن 1 من 8 عن ارك 3 بوينت. ما معقول اليوم برسنتج ارك 3 بوينت عند الفريق اللبناني. دوماريوس بولز بيعمل الستيل عم يخترق على البيز لاين ما بيسجل. جون بوهالن بيلتقط الاوفنسيف ريباوند وبينجح انه يسجل. جون بوهالن
والريباوند صاروا 5 عند جون ونيقاته صاروا 11 دبل فيجرز لجون بوهان الفارق 5 لمصلحة النجم الرادسي التونسي. مان تو مان ديفنس من كوتش فؤاد أبو شقرة بيلعبوها دائما لآخر ثانية إذا عم تنتبهوا مراد تجديد من مراد المبروك على البورد بيقدر انه يسجل نشوفها بالإعادة على البورد عن ارك 3 بوينتس جاي يونغ بلاد بيحصل على الخطأ جاي يونغ بلاد بيحصل على الخطأ 8 نقاط رجع الفارق عادل 3 اللي عم يعطي تعليماته ما رح نشوفها بالإعادة يعني طبعا هون بننقل نحن كل المباريات بالتعاون مع قناة دبي الرياضية بالوقت يلي نتشكر كل الشباب يلي عم يتعبوا لنقل هالصورة إلى بيروت وقت جاي يونغ بلاد عم يسجل عن الفري ثرو لاين جاي بيسجل أيضا عن الفري ثرو لاين بهالوقت عمر عبادة 57-63 عمر عبادة لمختار غيازة في خطأ لمصلحة المختار غيازة خطأ على جاي يونغ بلاد خطأ على جاي يونغ بلاد الخطأ الثاني على جاي تسديدتين عن الفري ثرو لاين غسان نعمي اللي يعني ما رح يقدر يشارك بهيدي المباراة عنده إصابة خفيفة بقدمه بهالوقت ترال ستوغلن رح يرجع يدخل لأرض الملعب 8 دقايق و 22 ثانية بيسجل المختار غيازة فيري بيرجع بيطلع على 8 رح يدخل ترال ستوغلن بدلا من صباح خوري ترال ستوغلن العيون عليه هلا بفريق الحكمه اللبناني قبل 8 دقائق و17 ثانيه على نهايه الكوارتر الرابع جون فوهانن جون لجاي يونغ بلاد جاي بفرق على الباسكت ما بينجح جاي ترال ستوغلن بخلي الطابه لمصلحه الحكمه باقي 7 ثواني ديماريوس بولتز في خطا لمصلحته خطا لمصلحه ديماريوس بولتز بوسيشن لمصلحة نادي الحكمة ديماريوس بولز على أرض الملعب نشوف هون رح يقوم ديماريوس بولز والطابة رح تكون لمصلحة الحكمة قبل 8 دقائق وثانية على نهاية الكوارتر الرابع من النصف نهائي الأول لبطولة دبي الدولية بنسختها 29 لكرة السلة الرادسي كانوا تعرضوا لخسارة واحدة بهيدي البطولة كانت بمواجهة هومنتمن اللبناني وإن قدروا يفوزوا على الرياضي اللبناني بينما الحكمة لهلا الفريق الوحيد يلي ما خسر بهالبطولة جاي يونغ بلاد صار ذكي كتير جاي عم يدخل على الباسكت عم يلعب بطريقة ذكية عم يحصل على الأخطاء جاي يونغ بلاد لنشوف إذا عنده تسديدتين جاي خطأ على المختار غيازة الخطأ الرابع على المختار غيازة الخطأ الرابع على اللاعب رقم 11 سنتر منتخب تونس المختار غيازة يعني عم تتخيل المنتخب التونسي مع مختار غيازة وحمدي براع ومكرم بن رمضان وصالح الماجري إبراهيم توماس بيدخل للملعب خطأين على إبراهيم توماس مختار أخطر من إبراهيم توماس لأنه بيطبق اللي بده إياه المدرب بحذافيره مختار جاي عم بيسجل الأول الثاني ما بيسجلها الريباوند مين رح يكون لجاي يونغ بلاد ممتاز أتير ماجوك البوستاشن لبوستاشن لمصلحة مين الحكم بيقول لمصلحة النجم الرادسي التونسي 58-65 سبع نقاط التقدم للنجم الرادسي سبع دقائق وسبعة واربعين ثانية لنهاية الكوارتر الرابع ونهاية الجيم مان تو مان ديفنس من الحكمة مراد بده يخترق على الباسكت توصل عند زياد آل شنوفي عمر عبادة بده يخترق على الباسكت عمر عبادة في خطأ لمصلحة عمر عبادة خطأ على جاي يونغ بلاد الخطأ الثالث على جاي يونغ بلاد دوين جاكسون بعده على البنش معه ثلاث أخطاء أيضا
عمر عبادة عن الفري ثرو لاين، بيسجل الأولى عمر عبادة، 11 نقطة لعمر عبادة بالجيم لهلا، البوينت جارد رقم 4 عمر عبادة بيسجل نقطة ال 12، أفضل سكورر بالجيم هو مراد المبروك معه 15 نقطة. جاي يونغ بلاد عم يطلع الطابة لمصلحة نادي الحكمة اللبناني، جاي من نقطتين ما بيسجل، هو بيرجع بيلتقط الاوفنسيف ريباوند وبيسجل، افضل لاعب لهلا بالحكمة اليوم بهيدي الجيم هو جاي يونغ بلاد، 60-67 سبع نقاط التقدم وسبع دقايق وخمس ثواني لنهاية الجيم. مراد المبروك ستيل من ديماريوس بولتس، طالع على الفاست بريك وقول حكمي عم يجرب ينزل الفارق، الفارق بينزل لخمسة، ديماريوس بولتس نقطة ال 11 دبل فيجرز بالنقاط، دوين جاكسون عم يتحدى للدخول لأرض الملعب، ديماريوس جرب يعمل الستير مرة جديدة من المبروك، إبراهيم توماس تحت الباسكت بيحصل على الخطأ، إبراهيم توماس خطأ من جون بوهانن، فؤاد ابو شقره يلي عم بيأشر له للحكم باي طريقه كان عم بيعمل الديفنس تبعه جون بوهانن، على كل الاحوال تبديل، جون بوهانن رح يطلع من الملعب، دي جي رح ينزل، 11 نقطه لجون بوهانن، خطأه الاول كان، ابراهيم توماس على الفري ثرو لاين الاولى ما بيسجل منه ابراهيم توماس، تاني بيسجل منا ابراهيم توماس، فارق ست نقاط لمصلحة النجم الرادسي، جاي يونغ بلاد على البوزيشن 1، جاي طالع على الباسكت اول ذا واي بايده الشمال بيسجل جاي يونغ بلاد، وجاي بينزل الفارق لاربع نقاط، 12 نقطة لجاي يونغ بلاد بالجيم، مان تو مان ديفنس مهم كثير هالنزلة يقدروا يعملوا، جود ديفنس لاعبين الحكمه، مراد المبروك ما بيسجل الريباوند، لمين راح تكون البوسيشن؟ البوسيشن لمصلحه النجم الرادسي، البوسيشن لمصلحه النجم الرادسي التونسي، اوت اوف باوندز 64-68، الكل على اعصابه بالملعب حتى الجمهور، اداره نادي الحكمه الماتر ميشيل خوري باتريك عون روميو ابو طايع، كل إدارة الحكمة اللي موجودة هون بدبي والجمهور اللي موجود أيضا بصالة مكتوم بن محمد المكتوم، مراد المبروك ما بينجح المرة أنه يسجل الكرة لمصلحة الفريق التونسي ولكن انتهوا الثواني، تكنيكال فاول على المدرب عادل الثلاثلي، تكنيكال فاول على المدرب عادل الثلاثلي، والحكم العماني بيقول في تكنيكال فاول، شو هالجيم النصف نهائية، كرة تسلي عبر شاشة التلفزيون المستقبل من دبي، الكل عم بيتابع المباراة الحماسية والمثيرة ما بين الحكمة اللبناني والنجم الرادسي التونسي، براء الاستغلن رح يكون عنده تسديدة عن الفري ثرو لاين وبوستاشن من بعد من نصف الملعب، شوفوا هالطفل الصغير الحكماوي ما شاء الله بالوقت يلي تارال ستاغلن عم بيسجل عن الفري ثرو لاين، نقطة 13 بالجيم تارال ستاغلن، بوستاشن رح تكون من وسط الملعب، ديماريوس بولتس لجاي يونغ بلاد، فرصة للحكمة يعدلوا الأرقام إذا سجلوا عن آرك الثري بوينتس، خلينا نتابع أنا وياكم، جاي بده يخترق على الباسكت، جاي وصلها لديماريوس بولتس، دوين جاكسون عن ارك على 3 بوينتس ما بيسجل الريباوند، لمين راح يكون؟ خطا على اللاعب امين رزاق، خطا على اللاعب التونسي امين رزاق، خطا على اللاعب امين رزاق، والبوسيشن راح تبقى لمصلحه الحكمه اللبناني، فرصه جديده قبل 5 دقائق و35 ثانيه، بنش الحكمه كله واقف، مهم كثير يعني مهم كثير هالنزله، اذا بيسجلوا الحكمه رح يحطوا براشر كتير كبير على النجم الرادسي التونسي، رح يقلب البراشر من ميلة لميلة، دوين جاكسون عم جرب يحصل على الخطأ، ديماريوس بولتس بالتقطة الطابة، ديماريوس وصلها لأتير ماجوك، و جاي يونغ بلاد سبع ثواني، جاي رايح على الباسكت
بيسجل جاي يونغ بلاد الفارق بينزل لنقطة واحدة 68-67 14 نقطة لجاي يونغ بلاد. رجعوا الحكمة على الجيم نزلوا الفارق وقدروا انه يسجلوا وتشينج بالفريق التونسي. محمد حديدان رح يدخل بدلا من مراد المبروك. صاروا ثلاثة طوال على ارض الملعب ابراهيم توماس محمد حديدان او بقي مراد المبروك اللي بيظهر هو امين رزاق زياد شنوفي ايضا مترين زياد شنوفي مترين واثنين محمد حديدان مترين وعشرة ابراهيم توماس. جمهور الحكمة هون بالملعب بلش ديفنس ديفنس يمكن بالبيوت كمان بلش يقولوا ديفنس لحتى يحمسوا لاعبينهم حتى لو من بعيد. مهم كثير هون يوقفوهم كمان مرة مثل ما عملوا من شوي. ابراهيم توماس معه دوين جاكسون. ابراهيم توماس في خطأ على دوين جاكسون الخطأ الرابع على دوين جاكسون. جون بوهانن بسرعة راح يدخل لأرض الملعب طلع برات الجيم وقتها عمل اثنين فاول بأول أربع دقايق. دي جي أول أربع دقايق اثنين فاول طلعوه برات الجيم كليا لدوين جاكسون. جون بوهانن بيدخل لأرض الملعب ابراهيم توماس راح يكون موجود على الفري ثرو لاين. خمس دقايق وخمس ثواني لنهاية النصف النهائي الأول. ابراهيم توماس الأول بيسجل من ابراهيم نقطة 13. ابراهيم توماس ما بيسجل الثاني الريباوند لجون بوهانن الفارق نقطتين لمصلحة النجم الرادسي التونسي على الحكمة اللبناني جاي يونغ بلاد. جاي بده يلاقي هو مرة جديدة الطريق جاي ما بيسجل الريباوند لأتار ماجوك تارال ستوغلن دي ماريوس بولتس ما بيسجل الريباوند لجاي أيضا ما بيسجل لمين بالنهاية الريباوند في خطأ لنشوف على مين خطأ خطأ لمصلحة الفريق التونسي على اللاعب جون بوهانن تسديدتين عن الفري ثرو لاين خطأ على أتار ماجوك خطأ الثالث على أتار ماجوك عملوا له مشكلة للكوتش فؤاد أبو شعرة أتار ماجوك ودوين جاكسون وقت ارتكبوا أخطاء سريعة بالكوتر الأول. محمد حديدان على الفري ثرو لاين بيسجل الأول محمد حديدان محمد نقطته الخامسة تاني بيسجل منه تايم اوت للكوتش فؤاد ابو شقرة ست نقاط لمحمد حديدان 71-67 اربع دقايق واربعين تاني في وقت كتير بعد قبل انتهاء النصف النهائي الاول لليوم. النصف النهائي التاني رح يكون الساعة 7 بتوقيت بيروت ما بين هومنتمن وجمعية سلا المغربي. خلينا نسمع التعليمات. أربع دقائق وأربعين ثانية لنهاية الكوارتر الرابع ونهاية الجيم في وقت كتير بعد في وقت كتير فارق ماشي أربع نقاط. تارال ستوغلن تارال ستوغلن عن أرك لتري بوينتس بيسجل تارال ستوغلن عن أرك لتري بوينتس. تارال ستوغلن بينزل الفارق لنقطة 71-70. جون بوهانن جرب يعمل الستيل جون بوهانن
جرب يعمل الستيل جون بوهانن ولكن في خطأ على جون بوهانن، خطأ الثالث على جون بوهانن. مباراة عم بتكون تاف من ناحية الحكمة. توماس على الفري ثرو لاين، ابراهيما توماس 13 نقطة، 14 نقطة لابراهيما توماس. نقطة ال 15 لابراهيما بيطلع الفارق مرة جديدة لثلاثة. دي ماريوس بولز هو راح يطلع الطابة للحكمة. مان تو مان ديفنس من النجم الرادسي دي ماريوس بولز. يجرب يروح على الباسكت بينجح بيحصل على الخطأ، خطأ لمصلحة الفريق اللبناني. راح يكون في تسديدتين هلا، أي خطأ راح يعملوه النجم الرادسي راح يكون في تو شوتس عن الفري ثرو لاين لفريق الحكمة اللبناني. دي ماريوس بولز السكوت عم الملعب لانه الجمهور اللبناني هو الاكثر تشجيعا. دي ماريوس بيسجل عن الفري ثرو لاين، هيدا جمهور الحكمة. انا نشوف هون الحكم شو احتسب. تكنيكال فاول على دي ماريوس بولز، تكنيكال فاول على ابراهيم توماس، صار عنده ثلاث اخطاء ابراهيم توماس، ولكن هيدا اول خطا على دي ماريوس بولز. صار في شويه تلاسن بيناتهم. على كل الاحوال المهم فيها هاي انه صار ابراهيم توماس عنده ثلاث اخطاء، وبالتالي رح يكون في بريشر عليه ليلعب ديفنس، خاصه انه المختار غيازه عنده اربع اخطاء. فارق بينزل مره جديده لنقطه 73-72. مراد المبروك ستيل من دي ماريوس بولز، طالع على الباسكت الحكمة بيتقدم 74-73. جمهور الحكمة بيولع بصالة مكتوم بن محمد آل مكتوم. الشو اللبناني الحكماوي بينعمل بايدين دي ماريوس بولز، والفارق عم يطلع نقطة 74-73. اسمعوا الجمهور وشوفوا طول النعمة وفرقته الموسيقية وجمهور الحكمة اللبناني. انتهى التايم اوت. هيدا جمهور الحكمة، مهم كتير هيدا النزل، مهم كتير اذا قدروا يعملوا الفريق اللبناني جود ديفنس يقدروا يقطعوا الطابة من الفريق التونسي. مراد عمر عبادة بيعمل هالشي، دو ماريوس بولز تبقى لمصلحة الفريق التونسي. جاب يعملها، عم بيعمل ديفنس ممتاز دي ماريوس بولز. تاني ستيل لقلوا بالجيم ولكن ما قدر يعمل كنترول عليها. خلينا نشوف عمر عبادة صار براشر. شو قلت لكم لما يتقدموا الفريق اللبناني رح يكون البراشر كتير كبير على التوينسي، لانه هن كانوا طالعين بكل الجيم وهن لاقطين تيمبو المباراة. وقت قدر الفريق اللبناني يتقدم عليهم البراشر انتقل من الفريق التونسي، وهيدا هو الباسكت. لما اقول شيء الحمد لله عم بتصير. الحكمة نقلوا البراشر من ايديهم لايدين الفريق التونسي. تيرن اوفر تاني على الطوالي، الاوفنس للفريق اللبناني لنادي الحكمه. دي ماريوس بولز على البوزيشن 1. دي ماريوس بولز مان تو مان ديفنس من النجم الرادسي التونسي. دي ماريوس بيخترق بين كل اللاعبين. دي ماريوس لاتار ماجوك، ما انتبه لاتار ماجوك. ان سبورتسمان لايك فاول على جون بوهانن، ان سبورتسمان لايك فاول على جون بوهانن. ما كان على ذات الموجه
ما كان على نفس الموجة معه أتار ماجوك، فلتت منه الطابة لأتار ماجوك، اعتقدوا رايح على الباسكت. هلأ رح يكون في تسديدتين عن الفري ثرو لاين. جون بوهانن عم يرتكب الخطأ الرابع، الخطأ الشخصي الرابع، عن سبورتسمان لايك فاول. رح يكون في تسديدتين لداستن صاحب ال 14 نقطة، عدد ثلاثة وتعليماته للمختار غيازة. دخل لأرض الملعب، مزعج جدا عم يكون للفريق اللبناني اللاعب رقم 11 التونسي المختار غيازة. داستن بيسجل عن الفري ثرو لاين، بيعدل الأرقام 74-74. داستن الثاني ما بيسجل منها، الأرقام متعادلة. نصف نهائي بطولة دبي الدولية، حكمي اللبناني على الديفنس، النجم الرادسي بالأوفنس. لمين رح تكون الكلمة بآخر دقيقتين و44 ثانية؟ مراد المبروك. مراد طابة لمصلحة المختار غيازة، بدي ينتبهوا منه تحت الباسكت، جربوا يعملوا الستيل ولكن تبقى لمصلحة الفريق التونسي. محمد حديدان ما بيسجل، الريباوند لجاي يونغ بلاد، بدهم يجربوا يروقوا الملعب لاعبين الحكمه. جاي بيطلع بكل رواق، الارقام متعادله. مين رح ياخذ القرار بالتسديد هون من لاعبين الحكمه؟ ترال ستوغلن بيستلم الطابه. ترال ماني تايم بلاير، ترال بيعرف كثير منيح كيف يلعب بهالدقائق والثواني. ترال ستوغلن ما بيسجل، الريباوند لاتار ماجوك ولكن ما بينجح يعمل كنترول اتار ماجوك. داستن طالع على الفاست بريك، وصلها لعمر عبادة ما بيسجل، محمد حديدان بيلتقط الاوفنسيف ريباوند، تبقى لمصلحة الفريق التونسي. ماجوك صار عامل خطأين بهالكوارتر الرابع، خاصة بالماني تايم ما لازم يعملهم ابدا، عمل فاول هون اتار ماجوك. خطأ الرابع على ماجوك، خطأ الرابع على اتار ماجوك. تسديدتين رح يكونوا لداستن عن الفري ثرو لاين، مش بوقتهم ابدا يكون مبيع الفوكس تبعه اتار ماجوك. داستن عن الفري ثرو لاين عم بيسجل للفريق التونسي. داستن نقطه 16، لاعب رقم 25. داستن الثاني بيسجل منه ايضا، التقدم نقطتين لمصلحة الفريق التونسي. ترال عم يطلع هو الطابة للحكمة، ترال ستوغلن تيرن اوفر على ترال ستوغلن، عمر عبادة لمراد المبروك يلي بيسجل التايم اوت للكوتش فؤاد ابو شقرة. فارق عم يطلع لاربع نقاط، يعني الحكمة ضيعوا فرصتين ليتقدموا بأربع نقاط، لقطون الفريق التونسي وتقدموا بأربع نقاط 78-74. الفورة الحكموية اللي صارت ما استفادوا منها خاصة عن طريق أتار ماجوك. 74-78، دقيقة و29 ثانية لنهاية الكوارتر الرابع من المباراة النصف النهائية. برجع بقول المباراة الثانية رح تجمع ما بين هومنتمن اللبناني وجمعية سلا المغربي. اخر دقيقة و29 ثانية، اهم شيء انتبهوا من التورن اوفر. ديماريوس بولز بده يخترق هو على الباسكت، ديماريوس بولز ما بيسجل، اتار ماجوك ما بينجح يلتقط على الريباوند، البوسيشن تبقى لمصلحة الحكمة. كوتش فؤاد عم يقول له اكيد القاط الطابة لاتار ماجوك، هي ثالث مرة عم تفلت من ايديه. يلا يا ماجوك، طابة لمصلحة الفريق اللبناني. جاي يونغ بلاد، جاي عم يطلب سكرين، جاي
جاي بده يخترق على الباسكت وصلها لجون بوهانن. جون لجاي يونغ بلاد بيسدد عن ارك على 3 بوينتس ما بيسجل. الريباوند لمحمد حديدان, الريباوند لمحمد حديدان, وداستن عم بيطلع الطابة لمصلحة الفريق التونسي. اخر دقيقة من الجيم النصف نهائي ما بين النجم الرادسي والحكمة اللبناني. راد المبروك بانتظار الطابة ولكن عمر عمادة بيبقى محافظ عليها. عمر ما بيسجل. الريباوند لأتار ماجاك لترال ستوغلين. ترال لاعطينه كثير منيح لترال. دي ماريوس بولتس عند ارك لتري بولتس وبيسجل, بينزل الفارق لنقطة واحدة 77-78. دي ماريوس بولتس عم بيرد الحكمة على الجيم. 18 نقطة لدي ماريوس بولتس, 18 نقطة لدي ماريوس بولتس. باقي 30 ثانية نص دقيقة لنهاية المباراة. من 77-77 نص دقيقة لنهاية الجيم. كرة كيد اوت اوف باونز لمصلحة الفريق التونسي. داستن مشوا في جاي يونغ بلاد بده يلعبوها للاخر. الهيئة الفريق التونسي جاي عم جرب يعمل ستيل, كيد يعمل ستيل جاي بيقطع داستن. اوه ستاغلين لو كملت معه لستاغلين كان رايح على الباسكت. تايم اوت جديدة للكوتش عادل اتلاتلي. تايم اوت جديدة للكوتش عادل اتلاتلي. عشر ثانية باقي لنهاية الجيم. فارق نقطة لمصلحة الفريق التونسي. 77-78. عمر عبادة لمحمد حديدان. بنشوف إذا رح يعملوا فاول لاعبين الحكمة ولازم نشوف. محمد حديدان بده يروح على الباسكت. باقي الثاني بيسدد عن ارك 3 بوينتس ما بيسجل. الريباوند لمصلحة الحكمة. باقي الثاني ترال ستوغلين. اوه المباراة بتنتهي لمصلحة النجم الرادسي التونسي بفارق النقطة 78-77. فإذا الفريق التونسي عم يتأهل للمباراة النهائية بانتظار الفائز من مباراة هومنت من اللبناني بطل العرب وجمعية سلا المغربي هارد لك للفريق اللبناني هارد لك لنادي الحكمة اللبناني. وأكيد المباراة الثانية هي الأمل للبنان أنه يوصل للفاينل عبر نادي هومنت من بطل العرب.
على كل الاحوال رح جرب اخذ الى جنبي باتريك عون بركير نائب رئيس النادي يلي كمان وصل الى دبي اليوم. هارد لك باتريك، يعني بعرف انه المباراة هي مباراة ودية وبطولة ودية، بس تعرفوا اهميتها لانه عندكم جمهور كبير هون. كيف بدك تخبرنا كمان عن العشاء اللي عم تعملوه بدبي لحتى تدعموا نادي الحكمة؟ لانه صدقا جمهور الحكمة اللي عم يجي على غزير باعداد هائلة وعم يدعمكم، ترفع له القبعة يعني. اول شيء بدي اشكرك صبحي، يمكن اسوأ وقت انا بحكي فيه شخصيا، يعني خيبة امل بعرف بتصير بنهاية بالباسكت، كنا متأملين بالبطولة شوي، رفعنا كمان نحن السقف انه جايين وناخد الكاس بإذن الله، صار على نقطة، مبروك للفريق الفايز. بالنهاية نحن اليوم موجودين مثل كل سنة منشارك بهالبطولة، وبصير فيها هالتشجيع من هالجالية الحكماوية، خليني اقول قبل اللبنانية، لأول مرة من ضمن سياسة الإدارة انه نكون كلنا على نفس الطاولة ونفس المرتبة، إدارة وجهاز فني ولاعيبة وجمهور. حبينا وارتقينا نعمل هالعشاء اليوم اللي راح يكون الليلة بمطعم لقمة جبران بدبي، ليكون على تواصل بينا بالإدارة، ويكون مثابة فاند ريزنج كمان للنادي. يعني مع الأسف كنا حابين شوي بطريقة حماسية أكثر نشجع العالم تلاقينا، بس هيدا اللي صار. يعني بدي أسألك كمان عن العلاقة إدارة نادي الحكمة وإدارة نادي الرياض، شوي هلا متشنج السوشيال ميديا، شو الأخبار بينكم وبين الرياضة؟ بدون ما نفوت بموضوع ترال ستوكلن لأنه أنا ما بدي فوت فيها. لا لا أكيد، نحن والرياضة عم نعيش صراحة فترة شهر عسل لكون صريح معك، خليني أنسى القصة اللي صارت تبع ستوكلن. أكيد نحن والرياضة بالفعل إخوان، اثنيناتنا أثنينا إنه نحن بالنهاية قطبين الأساسيين، مع احترامي للفرق الباقية لكرة السلة، الرياضة وقفوا حد الحكمة لما كانت بظروف صعبة، ونحن إن شاء الله ما بيمرقوا بظروف، بس نحن أكيد حدهم. الرياضة والحكمة هن أساس الباسكتبول بلبنان، كانوا ورح يضلوا، مع احترامي لكل الموجودين. فنحن والرياضة أكيد ما في شيء، أحلى جمهورين نحن والرياضة، وتحية لهم كلهم بيروت، وتحية الأكبر لجمهور الحكمة. بعتذر على اللي صار اليوم، ان شاء الله يا رب نقدر نعوض ببيروت. شو بتعتذر انه انتم فريق كبير وعم بتقاتلوا من اللحم الحي بصراحه؟ 100% يعني النادي بعده عايش بفضل كم واحد محب لنادي الحكمه فعلا. لانه بكل صراحه بلا حكمه ورياضه ما في باسكت بلبنان. 100% ثانك يو لك باتريك، ميرسي لك، ميرسي على حرفيتك. ثانك يو لك. فاذا مشاهدينا هارد لك لنادي الحكمه، فريق التونسي قدر يربح على فريق اللبناني، هذا الشيء مره جديده بفرجي قديش الليفل العالي عند الفريق التونسي، واكيد الباسكت بول اللي متطور جدا، لازم بقى نرجع اكيد نعيد حساباتنا بالباسكتبول اللبناني ككل. على كل الاحوال في هومنت من هلا والفريق اللبناني بمواجهه جمعيه سلا المغربي، رح نروح لبريك نرتاح حوالي شي ربع ساعه ثلث ساعه، من بعدها بنرجع مباشره لدبي وصاله مكتوم بن محمد المكتوم.